بدن والد دفاعيا شبابنا والد كده عناية دستور كان هوشيس والله وضاي وح ما تلازح حين الدستور كمان وح لازح حين وح هبراع الدستور كان رنتي وح هذا فرحت وين أيا كده عي ووحيا ومد الصومالي دمان أي مالن أن أركان إن دستور كان موجود بها ها عقابة أوجه رئيس وحوا لقى قاضي الباب كأوجه رئيس الله فرق سي جده الله سي قالوا قضى بدي يو عتبية دي وحوا يعني لقى دوا هبراعنا دوا فر بدن وسامري ما أنت أوجه مهرئيس وواح لقى صو دوا دوا فر بدن أو سشين دي لصو دافع وحوا يعني لصامري مركب وح لا يحي وقول تاريخه قول هي إذا بجوجي أيان قيب كتاه ده وعرفت كل دوناشا مركب سبوا وحوا واجرته ولولا محوها دفع الله الناس له دمت صوامع وبيع أما ولولا محوها آيات القرآن إله إليها لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين كل أركت دون أشياء واحدة بها ملحن عودة لقي لي بحلا ما كان وهاب الساس يعني مجورتي وحواي إن لقات مجورتي وحو بتيس أي وحواي عودي شعبك الصومالي لكن متوا إني أوجادان شعبك إلا مرحبا بي لو مبانا أنا جا سدح أجا نغفرنا أجا وحو هذا الدستور كان ومشكلة الدل كان وايو لما شيغن غوري سقفك كدسن او اساس ان لهن لما شيغن اساسك دولتنمدا وا دستورك دستور كان ان حل لو هلو بربلوغيسي وايو حماته لتاغ نمبر 1 وحانا حق له لوضع اقل غولا شعبك اي اقل كسره سيده كخصن عتبك لحات قودبك كونتني تدوات فقرتي 8 كو الى 3 اي دستور كان هدا وحا ويان كوميل غارك اي هدا وحا وا لوو دقمو تاسي وا نمبر 1 وح لو ودا دن يحي وحا وا marka laga hadlaayo روايه وحن مقلج احمد عبد القاشان والف وشنو ير هي شيغان لا يراد شن قفوت وحا ويان ان ادين دلك ام قف كسب هتيرادو مالنت دنتيده وايس لو ما دم هتيرادو لكن دستورك قودب كاسا كو قورن اسغان حق له وحا ما انت لاسخين دستورك ما وحا لاسخين وحا هبراع دستورك نمبر 2 وحا للي هي بدي يو ارم هيدا كو سابسن بارلمان كان لفتركيسا قرار سو ساري حلبانده ما تك الله ان ويودا جوجين قرار لوغو دفاعايو بدا الصوماليات iyo xuduudaha lagu difaacay ayuu soo saaray xukuumadii waxa way ka hadashay madaxweynaha jamhuuriyadda ka hadlay shacabkii waxa way ayaa cabir oo ilaa hadda waxa wayan meel kastaba madaxweynaha ilaa hadda safar uu ku maqan yahay arimahaas waxa waa arim ku saabsan gool weyn waxa way laga gaar lagana gaari doona kooxaha argagixisadana sidoo kale maalin kasta inada wataagnaayeen haddana waa dawada wataagna ilaa ka taqalusnaan ma joojineen shaqada marka macnaheeda ma aha wax in meel iska dhiga wax kale la qaatay shaqada way wada socotaa badana waa la difaacaya shabaabna waa la iska dhicinaya dastuurkan hooshiisa waa la wadaaya